عيدكم مبروك حبيباتي، كل عام وانتم بخير، تعيدوا وتزيدوا ان شاء الله في حياتكم وحياة وليداتكم ان شاء الله، والديكم والعائلة ديالكم كاملة، والعقوبة لكل عام ان شاء الله وانتم مهنين وفي صحة جيدة ان شاء الله، وانتم متفائلين وقلوبكم معمرة بالحب والتسامح يا أرحم الراحمين. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم مطبخ وتدابير داده. ان شاء الله ما فيديو هادي تلقاكم كامله مهنيين، ونقول لكم سمحوا لي والله غير توحشتكم بزاف بصح الله غالب جي با فيت فيديو باسكو كنت مريضه والله غير مازالني مريضه. بركي جي برومي يعني الاخوات ان غاتو يكون خفيف ويعني ندير بالخف ويجي بنين، لي راني درت كوراج واني جيت ندير معكم هاد الحلوه. هاد الحلوى اسمها لي زورسان، بزاف سهلة تجي بنينة بريزونطابل، وزيد تندير هكاك في نص ساعة. واش نسحقو فيها؟ نسحقو فيها زوج حبات ولا دجاج، 250 غرام تاع مارغارين، شوفو راني دوبتها، تخلوها يعني تدوب وتبرد شوية ما ديروهاش سخونة، كالسكر، نسحقو 250 غرام تاع مايزينا، لافارين، و باكي تاع لا ليفور. انا فارين هنا راني درت الطبق ودوك نشوفو ابوبخي شحال تشد. هنا اون كويير مغرفة تاع يعني ماكله تاع كاكاو، تحبوا ديروا الكحل اللي تحب الشوكولا، يعني فريمون تبان لا كولور ديالها كحله، سينو كيما راكو تشوفوا هكذا مارون. فوالا نسحقوا بيان سور مع الاخر للتزيين الفيرميسيل دو شوكولا هذا اللي يجي هكذا، ونسحقوا اون طابلات دو شوكولا يعني من النوع اللي حبيتوه، مادا بيكم برك تكون بنينه. اول حاجه نديروها بيان سور قلت لكم الحلوه تاعنا بزاف سهله، نديروا زوج حبات ولا دجاج نكسروهم هكذا، فوالا ان شاء الله برك تكون الصوره واضحه. نديروا الكاس تاع السكر ونخلطوه حتى يندمج السكر، لي غير الفويبر يندمج السكر مليح مع ال مع البيض. وانا باش نعاون روحي كي يكون هكذايا هاد لي كاطو، كي ندير هكذايا البيض مع السكر توجور نبدا نزيد في الزبده بشويه باش يعاوني والسكر يدوب لي بالخف. كنخلط مليح، نزيد بيان سور الكميه تاع لا مارغارين ديالنا فونجو هكذا، ومن بعد نزيد المغرفة تاع كاكاو، ومن بعد نزيد كمية تاع 250 غرام تاع المايزينا. هاد الحلوة تخرج لنا من 40 حتى 50 حبة تاع يعني من 40 حتى 50 حبة، سا ديبا ولا درتوهم يعني شوية صغار 50 ولا كبرتوهم شوية 40 حبة. سهلة يعني فريمون. هكذا دوك هنا انا نحي الفوي بيان سور ونبدا نخدم بيدي. هكذا دوك ندير شوية فارينة وندير معها الباكي تاع لا ليفور. نزيد لافارين هنا ابوبخي عندي رطل فارينه، ودوك نشوفو شحال انا هنا درت رطل، ودوك نشوفو لاباط تاعنا شحال ترفد. نسيو الميلونج الاولاني بيان سور، نخلطو مليح مليح باش لا ليفور ما تجيش على بالكم لا ليفور كيما نخلطوهاش مليح تجي تقرص في اللسان، كاين بزاف اللي ما يحملوش لا ليفور كي تجي هكاك تقرص، انا وحده منهم. فوالا هنا لاباط تاعي دات لي 230 غرام باسكو وزنت اللي قعد لهنايا 270، يسمى دات لي هنايا 230 اللي حب يعني اكزاكتومون شحال، وعلى بالكم لافارين كل وحده كيفاش. ونسيت نقول لكم ليكستري دو فاني ولا ليكستري دو شوكولا، انا هنايا اكستري دو فاني برك نديرو هكا اون بو لا ريكوبيري هاهي ليك.
ونحاول نخلطها، ما نعجنهاش نخلطها برك. اكس خيط شوكولا ولا اكس خيط فاني يعطينا ريحه شابه لاباط تاعنا. نقطعها برك هكذا هيك. ومن بعد العمليه سهله فريمون، نحكموا اون بول هكذا كيما حبيتو، تحبوهم كبار ما تنساوش بليك فيهم لا ليفور. سما يفو واحد بروندر ان كونسيديراسيون بلي كادو راحين يزيدو يكبرو. نديرو هكذا اون بول اون لابلاتي بيدينا ونديرو فيها ان بوت شوكولا هكا، ان مورسو صغير تاع شوكولا، ونعاودو نغلقو عليه ونعاودو نفورميو لا بول ديالنا. ها ها هيك، ونحطوها في ان بلاطو لي انني درتلو الزبده ودرتلو لا فارين. نكمل بيان سيغ ولي حبت خدمه متقونه توزن شحال راهي حابه، ودير على حساب يعني الحبه كي تعجبها توزن باش يجوها كامله على حبه. ولي عندها لوبسيون تاعين ها هي ميزان هاي فاتوميو ها هوليك. انا كملت كامله الكميه ونحطها طيب في يعني في الفرن على 180 درجه نشوفها طابت. تفاصيل نولي لكم باش نكملوا التزيين. ها هم لي بيتي غاتو تاعنا كيفاش طابوا، غير يولوا دوري منايا ويجو كلي مشقين. كي تشوفوهم مشقين هكا عرفوا بلي كطابو بيان. المرحله اللي هي سهله كامله، انا هنا كان عندي شويه كاكاو، درت له شويه حليب شويه زبده شويه سكر وذوبتهم على نار قليله. واللي تحب دير اون طابلات دو شوكولا يعني ذوبها اون بان ماري. ومن بعد ما علينا غير نغطسوا لي غاتو تاعنا هكذا هكذا ونديرهم في الفيرميسال. ها هوليك، هاد الكاطو يجي بزاف بزاف طري وبنين فوغي او شوكولا. ها هوليك، ونزيدو دو بريفيرونس ديروا الفيرميسال في حاجه ضيقه هكذا باش ما تاكلكمش بزاف. ها هوليك فوالا، انا دوك نكمل كامله الكميه تاعي هذه ونولي لكم ان شاء الله. ها شوفوا فوالا لي زورسان تاعنا، ها هم ليك لي زورسان تاعنا راهم واجدين. حلوه خفيفه ظريفه تندار في وقت واجد وجيز جدا، نص ساعه نتوما وجدتوها والبنات تاعها تجي فريمون بنينه. نتمنى انه هذه الوصفه عجبتكم، وما قاعد غير نقول لكم دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.